السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الفيديو اللي غادي نقتص معكم الأجواء الطبيعية هنايا في المركز ديال الشرعة إقليم مدينة بركان. جينا واحد المكان اللي كيبيعوا فيه الأنواع ديال الغرس، ومعنا السي هيتم، ها هو كما العادة، ومعنا الليم هيتم. راه السنين مشاو له، راه يبدل السنين. المهم خويا هيتم إن شاء الله غادي يوليو لك السنين، كاع ما تخممش. حنا الآن متواجدين في الشرعة في واحد المكان اللي كيبيعوا فيه الأنواع ديال الغرس. مرحبا بكم عنده، كيبيع شي حاجه زينه اللي بغى الغرس الفلاحي سواء المنزلي. مرحبا، اجواء جميله جدا هنا بحال راه في الامازون، كلشي خضر ما شاء الله الحمد لله، وندعو الله سبحانه وتعالى يرحمنا بالامطار. هادشي اللي كنتمناو، لان الحمد لله كنشوفوا الامطار ما كايناش بزاف هنا في مدينه بركان، وخاصه في الجهه الشرقيه عامه، بحكم ان الغرب الحمد لله كاين الفلاحه، كاين الامور زينه. ان شاء الله نتمنوا ربي يرحمنا اخواني. نخليكم مع هذا الفيديو اللي غادي تشاهدوا فيه الاجواء الطبيعيه داخل هذا المنبت اللي كيبيع الانواع ديال الغرس هنا المتواجد في الشرعه، راه غير قدام القنطره تما على اليمن. ان شاء الله نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، واللي عشق شي غرسه مرحبا به. السلام عليكم. وهذا اللي البلدي، واللي تبارك الله، شويه ديال السردين مع هاد الشمش هذا، مع الشلاضه، مع البصله ومطيشه وكذا، والليم وضرب. المهم خوتي ما تنساوش تخليونا لايك وتعليق وشاركوا معنا في القناه، واللي كيعرف هذا المكان يقولنا شي حاجه على هذا المكان. وتحياتي للجميع، وتحيه للجاليه البركانيه المقيمه في الخارج، وتحيه للناس ديال بركان وجميع المغاربه عامه. السلام عليكم.